عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نعملو مسلي بالارنب. خديت ارنب، ما قال حطيتيش الكل على خاطر برشا، خديت منها 4 طروف، نظفتها بالكدا، حكيتها بالملح والقارص. بالنسبة للارنب راهي كي تجي لازم ننظفوها بالكدا باش تنحى منها ريحة الزفرة اللي فيها. كما قلت لكم حكيتها بالملح والقارص، ومن بعد شللت اكل الملح والقارس بالكدا، ومن بعد حطيته في صحفة غميته بالماء وزدته عصير كعبة قارس، غطيته وخليته في الفريجدير، خليته 3 سوايع فك الماء هذيك الماء والقارس هكيكا، نتأكدوا انضاف بالكدا، شفتوا حتى اللون متاعه اهوكا ابياض، نحطوا قارس والا نحطوا خل. انا اليوم ما عنديش خل، حطيت القارس. هذا بالنسبة لحم الارنب، لازم نغسلوه بالكدا كما قلت لكم باش تتنحى الريحة الزايدة اللي فيه. راهو كيف الدجاج، هو نجي توا باش نحضر الفحات، باش نفوحو، انا باش نفوحو ونخليه يشرب شوية الفحات، ومن بعد باش نطيبو. انا خديت راس بصل صغير قصيته جويد، ما حطيتش برشا بصل خاطر بتبيتي، ومن بعد كي باش نطيب المسلي باش نزيد البصل، حطيت راس بصل صغير لهنا. كيف كيف خديت 3 سنون ثوم كبار رحيتهم، هي باش نحط الكليل، كليل خديت الكليل الفريشك لهنا. خديت القارص الليمون المرقد هذاك، سبق واني عملته معاكم، هذا انا عملته في الدار ديالي، سبق واني عملته معاكم. كان تو نزيد نحط الوصفه في صندوق الوصف. كما قلت لكم خديت كعبه، نحيت القشور، حطيت كان الدخلاني هذاك كما شفتوا، قصيته هكا مكعبات صغيره باش نحطه يفوح بالكدا ويعطيها مطعم هكا ان بو سبيسيال. باش نحط الزيت، باش نحط شويه زيت هكا هاو، مش برشا خاطر كما قلت لكم بعد باش نطيب. نعمل رشه فلفل اكحل، باش نعمل رشه صغيره فلفل حلو على اللون وكا هاو، شويه شويه كهو ما نكثروش. ولهنا كما قاعدين تشوفوا خديت شويه زعفران شعره، دي زعفران الحر، خل حطيته في كيس ماء كما شفتوا، سيب اللون ذي بننها بالكدا. كان متوفر عندكم طيبوا بيه، مش متوفر عندكم تنجموا تستغنيوا عليه وتعوضوه بالكركم. انا بفيتي باش نحط الزوز، نحط هذايا باش ينكه، باش نحط هكا يكفي، والبقيه باش نحطوه في المرقه من بعد. وطوا باش نحط الملح كما شفتوا، انا حطيت الليمون هذاك ملح، بعد كيف باش نحط كعبات زيتون هكا نقرا حساب الملح، مانيش باش نملح برشا، نحط نص اقل من نص مغرفه قهوه. وانتوما بالنسبه للملح حسب الكميه بالطبيعه وحسب المكونات الاخرى اللي باش تحطوها. جي لهنا نحط مغرفه تابل بهارات مشكله هذيك، ونزيد شويه ونزيد مغرفه كركم باش يجيني لونه مزيان. هذا بالنسبة للفحات، نخلطها مع بعضها. انا كما قلت لكم اللحم باش نرقدو في الفاحة هذايا باش نخليه على الاقل ساعتين اخرين باش يسيب المطعم. راهو اللحم قد ما تخليوه في الخليط هذايا قد ما يجيكم بنين وفاوح. كان تنجموا تحضروه من الليل ولا تحضروه الصباح وتطيبوه العشية، اقل حاجة خليوه ساعتين كما قلت لكم. بعد ما نخلط هذا الكل مع بعض نجي لهنا، بسم الله، ونحط اللحم. دخلت الخليط تاع الفحات في اللحم بالكدا، يعني باش نستعمل ايديا ندخل فيها التفاح بالكدا. لهنا كيما شفتوا دخلت الفحات بالكدا في اللحم، توا باش نغطيه كيما قلت لكم باش نرجعو للفريجيدير، نخليه مدة ساعتين هكيكا يشرب الفحات في عقلو، ومن بعد نطيبو. وتوا بعد ما ارتاح اللحم بالكدا فك الفحات وشرب، خليته تقريبا ساعتين باش نطيبو. لهنا خديت معون باش نحط فيه الزيت، نحط تقريبا نص كيس زيت هاكا كما قاعدين نشوفو. ولهنا خديت راس بصل كبير فقصيتو، فرمتو على الاخر، شفتو قصيتو على الاخر
نحط البصل في الزيت نخلي شويه البصل باش يخرج الريحه نتاعو والمطعم نتاعو. هذا هو الدجاج اللي فوحناه مع بعض، وما تصوروش كي خرجته من الفريجيدير ونحيت عليه البابيي الريحه اللي خرجت منه ريحه ياسر ياسر بنينه. نحط اللحم هكا يتقلى، نقلي اللحم بالكدا. هني كيما قاعدين تشوفوا هكا اللحم تقلى بالكدا فك البصل والزيت. نرجع للتلفيح هذيك اللي قعد من الدجاج، وكانت تفكروا قبيله الماء اللي حليت فيه الزعفران ما حطيتوش الكل، نحطو توا ونحطو باش هكاك اللحم يتي فك التلفيح هذيك الكل. نخليه ياخذ غلوه اخرى بالماء هذايا بالفيح هذايا، نغطيه نخليه 5 دقائق اخرين ومن بعد نمرقه. لهنا كيما قاعدين نشوفوا كان اللحم خذا غلوه باهية مع الفحات بالكدا، كيما تشوفوا شوف اللون مزيان برشا، ما نحكي لكمش على الريحه اللي قاعده خارجه منه. توا باش نمرق بالماء، بسم الله. حط كمية باهية متاع ماء على خاطر راهو الأرنب يبس شوية مش كيما الدجاج في ساعة ما يطيب هاكا، ونخليه توا باش نغطي عليه. بالنسبة لكمية الماء انتي وقداش عندك كبر اللحمة، قداش اسكو الأرنب كبيرة وإلا لا. أنا لهنا حطيت كمية باهية متاع الماء خاطر الأرنب كبيرة على ذيك، وقلت باش تاخذ اكثر وقت. وتوا باش نغطيها ونخليها تطيب في عقلها باش نقص في الغاز ونخليها تطيب سله سله، ومن بعد كي باش قريب تطيب حتى نوريكم شنو باش نزيدها. توا اللحم عنده ساعة ملي حطيتو يتيب، قريب يتيب هكا شفتو توا بدا يطرى. توا باش نحضر الخضرة اللي باش نحطها مع المسلي. خليني خديت كعبتين بطاطا قصيتها هكا خشينة، خديت قرون فلفل، خديت قرن حلو والبقية حار اللي يحب الحلو واللي يحب الحار، وخديت الطماطم. انا بالنسبة للطماطم مش يبالي عندي طماطم، يا خيطلا لقيت عندي كعبة كهو وليت كملت باش نكملت كعبات طماط سيغيس. انتوما عملوا بالطماطم العادية كما قلت لكم، انا حطيت طماط سيغيس خاطر لقيت كعبة كهو والحق ما عينيش باش نخرج نقضي توا به. بالنسبة للبطاطا بالنسبة للخضرة هذه تنجموا تحطوها توا كان ما تحبوهاش مقليه، كي قريب كي تشوفوا اللحم وتلقاوه قريب بيتيب تحطوا البطاطا الاولانيه، ومن بعد كي البطاطا تشد روحها تحطوا الفلفل والطماطم. انا ليه مانيش باش نطيبها معاهم، انا باش نقليهم. لهنا الفلفل والطماطم عادي نملحهم ونقليهم ديريكت. وبالنسبه للطماطم سامحوني للبطاطا كيما شفتوا قصيتها خشينه شويه باش نصمتها شويه قبل ما نقليها، خاطر كان نقليها ديريكت باش تجيني يابسه. دونك باش نحطها في شويه ماء وشويه ملح، باش نحط شويه كركم باش يجي لونها مزيان، وباش نصمتها مش برشا كيما شفتوا ماشي خشينه برشا مده 5-6 دقائق ما اكثر، يلزمها تقعد تشد روح البطاطا ومش تطيب على الاخر لين تهبى. دونك انا باش نملح الفلفل والطماطم ونقليهم كيف نصمت البطاطا ونقليها، ومن بعد نرجع لكم. هذيا اللي شفتو توا لقيتو طاب اللحم باهي بالكدا كيما شفتو، حتى الصوصه هيك عقدت بون مازلت شويه لكن باهيه. لهنا باش نعمل لهنا سيق تقريبا طفي عليه، باش نزيد نعمل رشه فلفل اكحل، تنجمو تستغنيو عليها لكن هذه الاكحل اللي يترحاها بالوقت يزيد يبلل. ولهنا خديت كعبه زيتون باش نزيد نحطو معاهم، راهو الزيتون يبنن بالكدا باش نخليه يزيد يغلي
خمسة دقائق هكاكا حتى الزيتون يسيب المطعم نتاعو. كيما شفتوا ديجا المصلي وقف على زيتو هكا هكا، خمسة دقائق اخرين وتبدا الصوص عاقده بالكديه كيما شفتوا، هي عاقده لكن مازالت ناقصه شويه. طون لي خمسة دقائق اللي يسيب فيها الزيتون المطعم نتاعو تكون الصوص باهيه بالكديه. هني باش نغطيه نخليه خمسة دقائق اخرين ونمشي نقلي كالفلفل والطماطم والبطاطا اللي وريتها لكم قبيله ونرجع لكم. هذايا المسلي لارن بعد ما حضر، هذايا اللحم والصوص، هذايا البطاطا اللي بعد ما كيف ما قلت لكم صمتها ستة دقائق في الماء ومن بعد اقليتها، هذايا الفلفل والطماطم عادي نقليتهم، ولهنا خديت شويه بصل وشويه معدنوس خلطتهم مع بعضهم باش نزيد نفوح بهم المسلي. بالنسبه للمعدنوس عندي في الكونفيلاتور ما عنديش معدنوس فريش، كان عندكم معدنوس فريش يكون الاحسن. توا باش نحط المسلي في الصحن، ولهنا كيما شفتوا حطيت شويه صوص شويه فلفل شويه طماطم شويه قرن فلفل، ولهنا باش نحط شويه بصل ومعدنوس. وبالنسبه لطريقه التقديم حسب الذوق نتاعكم انتوما كيفاش تحبوا تقدموه. هذه هي وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون حصلت الاضافه. وتوا مقعد لي كان نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي، وبسلامه.